أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت 78.8%، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي أنه لم يحصل أي طالب على مجموع 100%. لم نستعرض مع بعض المؤشرات البسيطة اللي بتورينا حجم العمل في الثانوية العامة. اتقدم للامتحان 763,200,206، حاضر 759,676، عدد الناجحين 598,723، عدد الطلاب اللي لهم دور ثاني السنة دي 118,605. بعد كده عدد المتقدمين والحاضرين لو قسمناهم بنون وبنات، زي ما انتم شايفين نسبة النجاح للبنون 80.6% والبنات 77.4%، والإجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8%. هذا وأعرب أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم بالنجاح مشيدين بنظام التعليم. كنت دايما بحاول اخصص جزء اذاكر واخلصه كل يوم، والحمد لله ربنا كرمني ان انا يعني قدرت اوصل للمركز دوت. ما كنتش متوقعه بصراحه، المجموع جه كان مفاجاه يعني لينا كلنا، والحمد لله كلنا كنا مبسوطين. وانصح زمايلي بان هم يعني يستعينوا بالله ويعملوا اللي عليهم، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا ان انا اوصل لشيء كان اي حد يتمناه، اي حد داخل ثانويه عامه بيتمنى ان هو يحصل على مركز جمهوري، طبعا ان هو يسعد اهله. حاجات كتيره ساعدتني في الموضوع ده، اولهم طبعا بمعونه ربنا، فنحمده ونشكره ده أولا. ثانيا والدي ووالدتي الله يبارك لهم، كانوا دايما في ظهري. إخواتي والمدرسين بتاعوتي دايما في سندي، حتى أولاد إخواتي الصغيرين والله برضو كان ليهم دور في أن الواحد يطلع من المود شوية وكده. طبعا أحب أشكر كل من قام على المنظومة التعليمية في مصر هنا، يعني قدرت تساعدنا ان احنا نغير طريقه التفكير بتاعتنا. الحمد لله هي حاجه جلبت الفرحه يعني والسعاده العامره لاسرتنا، وحاجه جميله جدا انها تحصل. فالحمد لله يعني ده ثمره توفيق الله وتوفيقه في ان الانسان قدر يجتهد ويجد ويحقق اللي هو المجهود المتطلب لمركز قوي زي ده يعني. الحمد لله. وطبعا نقول ان نظام ستيم كان اجمل نظام، وفعلا هيوحشنا جدا بمشاريع وبحاجات وبالمذاكرة والمراجع والاطلاع والكم الكبير من المعرفة اللي احنا المفروض كنا نتلقاه، والحمد لله كنا بنبذل فيه قصارى جهدنا لان احنا نوصل له. فالحمد لله يعني على النظام الجميل ده اللي دخل مصر، واحنا فعلا كنا في حاجة كبيرة لحاجة زي ديت يعني. ما سمعت الخبر ما كنتش متوقعة، لكن الحمد لله طلع حقيقة. وحقيقي حابة أشكر جدتي، هي اللي كانت بتشجعني. نفسي أن أنا أدخل كلية ألسن ألماني، أنا حابة اللغة جدا وحابة أن أنا أكمل فيها. وأحب أنصح كل زمايلي اللي هيجوا بعد كده أن هم يعني يحاولوا بقدر الإمكان أن هم يسعوا ويذاكروا بجد، وما يقولوش لأ إحنا مش هنجيب مجموعة لأ مش عارف إيه، لأن فعلا الإنسان اللي بيسعى وبيتعب ربنا بيكرمه وربنا ما بيضيعش تعب حد. فترة المراجعة من أهم الفترات، بتلم معاك كل المنهج، أهم حاجة تحل من كذا حتة من كذا مصدر، وتوفيق ربنا بعد كل ده يعني. عامة كنت حاطط ده هدف من أول السنة، وكنت ماشي عليه، بحاول أشوف إيه المواد اللي عليها درجات أعلى بركز عليها، المواد اللي عندي نقص فيها بحاول أذاكرها، وإيه أحسن وقت أحسن طريقة للمراجعة. أهم حاجة الاستمرارية في المذاكرة من أول السنة لآخرها.